رشح الأستاذ محمد أدري على منصب أمين الصندوق في انتخابات الزمالك المقرر إجراؤها في 20 أكتوبر الجاري. محمد أدري حاصل على بكالوريوس التجارة من جامعة الأزهر قسم إدارة الأعمال، وشغل منصب باحث ترتيب وموازنة بقطاع الجهاز الإداري للدولة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عام 2012، وحاصل على ماجستير إدارة الأعمال التمويل والاستثمار من جامعة الأزهر، وباحث للحصول على الدكتوراه في التمويل والاستثمار. وكذلك يعد محمد أدري عضوا رئيسيا في فريق إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الاستثمارية، ومدير عدد من المحافظ الاستثمارية في أسواق رأس المال الإقليمية والدولية، وحاصل أيضا على دورة مهارات التفاوض وفن إدارة الأزمات من مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، وكذلك دورة تحليل البيانات الإحصائية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2016. كما أنه يشغل عضوية فريق جامعة الأزهر في معسكر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وكذلك أمين صندوق مشروع نادي أعضاء هيئة التدريس جامعة الأزهر بمدينة مرسى مطروح. كذلك فهو طالب في معهد خبراء المال للحصول على الشهادة الدولية في إدارة الثروات والاستثمار، بالإضافة لكونه مالك ورئيس مجلس أمناء مؤسسة غذاء آمن للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وشارك محمد أدري مع شركة تسويق رياضي في ترجمة الدراسة الفنية إلى دراسة مالية لخطة تطوير منظومة قطاع الناشئين بالسعودية، واختير من قبل المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية في تنفيذ الدورة التدريبية كمحاضر. محمد أدري يحل ضيفا على زملكاوي. للكشف عن برنامجه الانتخابي وتوجيه رسائل هامة إلى أعضاء الجمعية العمومية بالقلعة البيضاء وجماهير النادي بشكل عام.